وانا دايما بحب اربط هذه الذكرى العطره بالواقع اللي احنا عايشينه، نعم، وبالانسان، بالبني ادم وبمشاكله. كيف نقتدي بالرسول الكريم عليه الصلاه والسلام احسن في حياتنا الان؟ احسن، نعمل ايه؟ ما احوجنا الى هذا السؤال في عصر تخبط فيه كثير من الناس. ومن اجل ذلك نقول ان الاحتفال بهذه الذكرى هو ان نستعيد هذه الشمائل وهذه الكمالات التي وصف بها الرسول، حتى ان رب العزة لعظمته عنده اقسم بحياته وقال: لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. وشهد له بعظمة الخلق فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فكانت شهادة من رب العزة سبحانه وتعالى له، مما يستوجب علينا أن نتخلق بأخلاقه وأن نتحسس هذه القيم وأن نستدعي هذه الشمائل ليطبقها البائع في بيعه والمشتري في شرائه والإنسان في سائر معاملاته، مستفيدا من عظمة هذا الرسول ومن تاريخ المشرق ومن سيرته التي تمثل أشرف سيرة في الوجود، لأنه أعظم خلق الله وخير أنبياء الله وحبيب الله. خرج على أصحابه ذات مرة وجدهم يتذاكرون الرسل السابقين، فإذا أحدهم يقول: عجبا، اتخذ الله من خلقه خليفة، فآدم خليفة الله، وقال الثاني: وإبراهيم خليل الله، وقال الثالث: وموسى كليم الله، وقال الرابع: وعيسى كلمة الله. فخرج عليهم الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم وقال: قد سمعت ما قلتم وهذا حق، إن آدم خليفة الله وهو كذلك، وإن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وإن موسى كليم الله وهو كذلك، وإن عيسى كلمة الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، الله، ألا وأنا أول من